أصحابي، الفيديو النهاردة هنشوف فيه حيوانات جميلة. هوبا، طلع معانا أسد. أسد ألف سين دال، وده شكل الأسد الحقيقي اللي في الغابة. يلا قول ورايا، أسد أسد ألف سين دال، يبقى أسد أسد ملك الغابة. وتعالوا نروح له الحيوانات اللي في المية، يا ترى مين اللي هيطلع لنا من المية النهاردة؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ هوبا، ثعبان ثعبان، ث عين ب ألف نون، يبقى ثعبان ثعبان، شكله جميل خالص. تعالوا نروحوا للثعبان الحقيقي، بصوا شكله عامل ازاي وبيتحرك ازاي، جميل قوي. يلا قولوا ورايا، ثعبان ثعبان ثعبان. يا ترى مين الحيوان اللي هيطلع لنا من المية بعد كده؟ يا ترى مين؟ هوبا، فيل. الفيل أبو زلومة، فيل في ي لام، فيل فيل في ي لام. وتعالوا نروح نشوف الفيل الحقيقي شكله موجودة في المية، ويا ترى ايه الحيوان اللي هيطلع بعديه؟ يا ترى ايه؟ هوبا، فهد في ه دال، فهد. بص الشكل الفهد الحقيقي عامل ازاي، شكله جميل قوي. ف ه دال، يبقى فهد. يلا قولوا كمان مره ورايا، فهد فهد فهد. وتعالوا نرجع للحيوانات اللي موجوده في الميه ونشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. مين؟ هوبا، غوريلا غوريلا، غين واو را ي لام ألف. وده شكل غوريلا الحقيقي، حلوة قوي، بتاكل جزرة. يلا قولوا ورايا، غوريلا 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 غوريلا. تعالوا نرجع للحيوانات اللي في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. هوبا، سحلية سحلية، سين ح لام ي ت مربوطة. ده شكل السحلية الحقيقي اهو. يلا قولوا ورايا، سحلية سحلية، سين ح لام ي ت مربوطة، يبقى سحلية. كمان مرة، سحلية. تعالوا نرجع للحيوانات اللي موجودة في المية، نشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. يا ترى مين؟ هوبا، دب دب، دال ب، يبقى دب دب. تعالوا نشوفوا شكل الدب الحقيقي عامل ازاي. الله، جميل قوي، قاعد كده ومستقنيس. دب دب، دال ب، دب دب، دال ب. يلا قولوا ورايا اخر مرة، دب دب. تعالوا نرجع للحيوانات اللي في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. يا ترى مين؟ هوبا، ديك رومي ديك رومي، دال ي كاف ر واو ميم ي، يبقى ديك رومي. تعالوا نروح نشوف شكل الديك الرومي في الحقيقة عامل ازاي. الله، جميل قوي، ديك رومي. نرجع للحيوانات اللي في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟
مين اللي هيطلع؟ هوبا، أرنب. ألف را نون ب، أرنب. تعال نشوف الأرنب الحقيقي شكله عامل إزاي. واو، أرنب. ألف را نون ب، يبقى أرنب عمال ياكل، شكله حلو قوي 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 يا صحابي. أرنب، كمان مرة أقول ورايا، أرنب. ألف را نون ب، يبقى أرنب. أرنب. تعال نرجع للحيوانات اللي في المية ونشوف مين اللي هيطلع معنا بعد كده. هوبا، قندس. قاف نون دال سين، يبقى قندس. قندس، قندس. تعالوا نروح مع بعض كده نشوف شكل القندس الحقيقي عامل ازاي. يلا بينا، اهو عمال ياكل. قولوا ورايا، قندس، قندس. شكرا يا اصحابي، واشوفكم في الفيديو الجاي عشان نكمل باقي الحيوانات. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم اسماء الحيوانات. يا ترى ايه اول حيوان معانا؟ اوه، فراشه. فراشه. ف ر الف ش ت مربوطه، تبقى فراشه. يلا قول ورايا، فراشه. ف ر الف ش ت مربوطة، فراشة. فراشة. يا ترى ايه الحيوان اللي هيطلع بعده؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ اوبا، تنين. ت نون ي نون، تنين. تنين. اللي اقول ورايا كمان مرة، تنين. ت نون ي نون، تنين. تنين. نشوف الحيوان اللي هيطلع لنا من المية بعد كده، يا ترى مين؟ ايوه، هوبا، بومة. بومة. ب واو ميم ت مربوطة، تبقى بومة. ب واو ميم ت مربوطة، بومة. بومة. كمان مرة مع بعض، بومة. بومة. يلا بينا نخش على الحيوان اللي بعده اللي هيطلع من المية. يا ترى مين في دول؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ هوبا، زرافة. زرافة. زين ر ألف ف ت مربوطة، تبقى زرافة. اللي نقول كمان مرة مع بعض، زرافة. أنا مش سامعكم. يلا كمان مرة، زرافة. زرافة. يا ترى مين هيطلع لنا المية بعد كده؟ أوبا، باندا. باندا. ب ألف نون دال ألف، باندا. 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 ب ألف نون دال ألف، باندا. روح للحيوان اللي بعده، ترى مين اللي هيطلع لنا من المية؟ هوبا، غزال. غين زين ألف لام، تبقى غزال.
غزال، غزال، غين زين ألف لام، تبقى غزال. ونروح للحيوان اللي بعده اللي هيطلع لنا من المية، يا ترى مين، يا ترى مين؟ هوبا، حرباء، حرباء، ح ر ب ألف همزة، تبقى حرباء، حرباء، ح ر ب ألف همزة، حرباء، حرباء، حرباء. ترى مين هيطلع لنا بعد كده، يا ترى مين؟ هوبا، النمر الأبيض، ألف لام نون ميم ر، ألف لام. يا ترى مين اللي هيطلع من المية بعد كده؟ هوبا، تمساح، تمساح، ت ميم سين ألف ح، تمساح، تمساح، تمساح. نروح للحيوان اللي بعده اللي هيجي من المية، حمار وحشي، حمار وحشي، ح ميم ألف ر واو ح شين ي، تبقى حمار وحشي، حمار وحشي. شكلهم جميل قوي، نقطين ابيض في اسود، حمار وحشي. يلا نقول كمان مرة، حمار وحشي. ونشوف اخر حيوان معانا في الفيديو بتاع النهاردة، يا ترى مين؟ اوبا، حمار، حمار، ح ميم الف ر، حمار، حمار. وهنكمل بقية الحيوانات يا أصحابي في الفيديو اللي جاي، يا رب نكون استفدنا. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. أشوفكم على خير. ازيكم يا أصحابي، الفيديو النهاردة هنشوف فيه حيوانات جميلة. هوبا، طلع معانا أسد، أسد، ألف سين دال. وده شكل الأسد الحقيقي اللي في الغابة. يلا قول ورايا، أسد، أسد، ألف سين دال، يبقى أسد، أسد ملك الغابة. وتعالوا نروح للحيوانات اللي في المية، يا ترى مين اللي هيطلع لنا من المية النهاردة؟ يا ترى مين، يا ترى مين؟ هوبا، ثعبان، ثعبان، ث عين ب ألف نون، يبقى ثعبان، ثعبان. شكله جميل خالص. تعالوا نروحوا للثعبان الحقيقي، بصوا شكله عامل ازاي وبيتحرك ازاي، جميل قوي. يلا قولوا ورايا، ثعبان، ثعبان، ثعبان. يا ترى مين الحيوان اللي هيطلع لنا من المية بعد كده؟ يا ترى مين؟ هوبا، فيل، الفيل أبو زلومة، فيل، ف ي لام، فيل، فيل، ف ي لام. وتعالوا نروح نشوف الفيل الحقيقي شكله على موجودة في المية، ويا ترى ايه الحيوان اللي هيطلع بعديه، يا ترى ايه؟ هوبا، فهد، ف ه دال، فهد. بص الشكل الفهد الحقيقي عامل ازاي، شكله جميل قوي، ف ه دال، يبقى فهد. يلا قولوا كمان مرة ورايا، فهد، فهد، فهد.
تعالوا نرجع للحيوانات اللي موجودة في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. مين؟ هوبا، غوريلا. غوريلا، غين واو را ي لام ألف. وده شكل غوريلا الحقيقي، حلوة قوي، بتاكل جزرة. يلا قولوا ورايا، غوريلا 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 غوريلا. تعالوا نرجع للحيوانات اللي في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. هوبا، سحلية. سحلية، سين ح لام ي ت مربوطة. ده شكل السحلية الحقيقي اهو. يلا قولوا ورايا، سحلية سحلية، سين ح لام ي ت مربوطة. يبقى سحلية. كمان مرة، سحلية. تعالوا نرجع للحيوانات اللي موجودة في المية، نشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. يا ترى مين؟ هوبا، دب. دب، دال به، يبقى دب. دب، تعالوا نشوفوا شكل الدب الحقيقي عامل ازاي. الله، جميل قوي، قاعد كده ومستقنيس. دب دب، دال به، دب دب، دال به. يلا قولوا ورايا اخر مرة، دب دب. تعالوا نرجع للحيوانات اللي في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. يا ترى مين؟ هوبا، ديك رومي. ديك رومي، دال يه كاف ره واو ميم يه، يبقى ديك رومي. تعالوا نروح نشوف شكل الديك الرومي في الحقيقة عامل ازاي. الله، جميل قوي، ديك رومي. نرجع للحيوانات اللي في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ مين اللي هيطلع؟ هوبا، أرنب. ألف ر نون ب، أرنب. تعالوا نشوف الأرنب الحقيقي شكله عامل ازاي. واو، أرنب. ألف ر نون ب، يبقى أرنب عمال ياكل، شكله حلو قوي 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 يا صحابي. أرنب، كمان مرة أقول ورايا، أرنب. ألف ر نون ب، يبقى أرنب أرنب. تعال نرجع للحيوانات اللي في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. هوبا، قندس. قاف نون دال سين، يبقى قندس قندس قندس. تعالوا نروح مع بعض كده نشوف شكل الكندس الحقيقي عامل ازاي. يلا بينا، اهو عمال ياكل. قولوا ورايا، كندس كندس. شكرا يا اصحابي، واشوفكم في الفيديو الجاي عشان نكمل باقي الحيوانات. اصحابنا الحلوين، وحشتونا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. تعالوا نشوفوا الحيوانات اللي هتطلع معانا النهارده من الميه. يلا بينا. اوبا، بقره. ب قاف ر ت مربوطه، تبقى بقره. يلا قولوا ورايا، بقره. ده شكل البقره الحقيقيه، بص شكلها حلو ازاي. لنا 1 2 3 4 5 بقره، 6 بقره. ب قاف ر ت مربوطة، بقرة بقرة. تعالوا نرجع الحيوانات اللي في المية نشوف مين اللي هيطلع لنا. هوبا، فهد. فهد، ف ه تال، فهد.
تعال نروح للحيوانات بقى الحقيقية شكلها عامل ازاي. ده شكل الفهد الحقيقي، شكله حلو قوي، كله منقط كده وشكله جميل. فهد فهد. تعالوا نرجع للحيوانات اللي موجودة في المية. مين اللي هيطلع لنا يا ترى؟ يا ترى مين اللي هيطلع؟ هوبا، ديك. دال يه كاف، ديك ديك. تعال نروح نشوف الديك الحقيقي شكله عامل ازاي. الله شكله حلو قوي. ديك دال يه كاف، ديك دال يه كاف، ديك. يلا يا اصحابي قولوا ورايا اخر مره، ديك. تعال نروح للحيوانات اللي في الميه، نشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. يا ترى مين؟ مين هيخمن صح؟ هوبا، قرد. قرد. قاف ر دال، يبقى قرد. قرد. قاف ر دال. تعال نشوفوا شكل القرد الحقيقي عامل ازاي. الله جميل قوي، قرد طيوب قاعد بياكل. يلا قول ورايا، قرد. 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 تعال نشوف الحيوانات اللي في المية، مين اللي هيطلع معانا بعد كده؟ يا ترى مين؟ هوبا، حرباء. حرباء. ح ر ب ألف همزة، حرباء. تعال نشوف الحرباء الحقيقية عاملة ازاي. اهي فوق الشجر كده عمالة تاكل. حرباء. ح ر ب ألف همزة، تبقى حرباء. يلا قولوا معايا، حرباء. آخر مرة، حرباء. تعالوا نرجع للحيوانات اللي في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا. هوبا، ذئب. ذئب. زال همزة على نبرة ب، ذئب. تعالوا نشوف شكل الذئب الحقيقي. اوه شكله جميل قوي. ذئب. ذئب. زال همزة على نبرة ب. تعالوا نرجع للحيوانات اللي في المية، نشوف مين الحيوان اللي هيطلع معانا. يا ترى مين؟ هوبا، جمل. جمل. كيم ميم لام، جمل. جمل. تعالوا نشوف شكل الجمل الحقيقي عامل ازاي اللي موجود في الصحراء. جمل شكله حلو قوي. جمل. كيم ميم لام. يلا اقول ورايا اخر مرة، جمل. جمل. تعالوا نرجع للحيوانات اللي موجودة في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا. هوبا، فرس النهر. ف ر س ألف لام نون ه ر، فرس النهر. فرس النهر. ساعات بيقولوا عليه سيد قشطة. فرس النهر. وده شكله في الحقيقة شكله حلو خالص. فرس النهر ده نزل المية. طب يلا نقولهم كمان مرة لحسن يجي ياكلنا. فرس النهر. فرس النهر. فرس النهر. تعالوا نرجع للحيوانات اللي موجودة في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا. فاضل معانا ثلاثة بس. اوبا، خروف. خ ر واو فيه. خروف. خروف. تعالوا نشوفوا شكل الخروف الحقيقي عامل ازاي. اهو قاعدين بياكل اهو. خروف. خ ر واو فيه. خروف. خروف. يلا نقول كمان مرة، خروف. شطار يا اصحابي، خروف.
تعالوا نرجع للحيوانات اللي على المية، فاضل حيوانين بس، ترى مين اللي هيطلع؟ اوبا، غزال. غين زين ألف لام، غزال غزال غزال. تعالوا نشوفوا شكل الغزال الحقيقي، اهو عائلة كاملة من الغزال بياكلوا. يلا قول ورايا، غزال. غين زين ألف لام، شاطرين خالص. غزال غزال غزال. تعالوا نرجع للحيوان اللي فاضل عندنا في المية، يا ترى مين؟ أوبا، كنغر كنغر أو كانجرو. كنغر، كاف نون غين ر. وده شكل الكنغر الحقيقي، بص عنده بيبي جوه. كنغر كنغر، كاف نون غين ر. كنغر كنغر. كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا. أشوفكم على خير، باي باي. أصحابنا الحلوين وحشتونا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. تعالوا نشوف الحيوانات اللي هتطلع معانا النهاردة من المية، يلا بينا. أوبا، بقرة. ب قاف را ت مربوطة تبقى بقرة. يلا قولوا ورايا، بقرة. ده شكل البقرة الحقيقية، بص شكلها حلو ازاي، لنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، بقرة ستة. بقرة، ب قاف ر ت مربوطة، بقرة بقرة. تعالوا نرجع الحيوانات اللي في المية، نشوف مين اللي هيطلع لنا. هوبا، فهد فهد. ف ه تال، فهد. تعالوا نروحوا للحيوانات بقى الحقيقية، شكلها عامل ازاي. ده شكل الفهد الحقيقي، شكله حلو قوي، كله منقط كده وشكله جميل. فهد فهد. تعالوا نرجع للحيوانات اللي موجودة في المية، مين اللي هيطلع لنا يا ترى؟ يا ترى مين اللي هيطلع؟ هوبا، ديك. دال ي كاف، ديك ديك. تعالوا نروح نشوف الديك الحقيقي شكله عامل ازاي. الله، شكله حلو قوي. ديك، دال ي كاف، ديك دال ي كاف ديك. يلا يا اصحابي قولوا ورايا اخر مره، ديك. تعالوا نروح للحيوانات اللي في الميه، نشوف مين اللي هيطلع معانا بعد كده. يا ترى مين؟ مين هيخمن صح؟ اوبا، قرد قرد. قاف ر دال، يبقى قرد قرد. قاف ر دال. تعالوا نشوفوا شكل القرد الحقيقي عامل ازاي. الله، جميل قوي، قرد طيوب قاعد بياكل. يلا قول ورايا، قرد قرد قرد. نشوف الحيوانات اللي في المية، مين اللي هيطلع معانا بعد كده؟ يا ترى مين؟ هوبا، حرباء حرباء. ح ر ب ألف همزة، ح
حرباء. تعالوا نشوف الحرباء الحقيقية عاملة ازاي. اهي فوق الشجر كده عمالة تاكل. حرباء، ح ر ب ألف همزة، تبقى حرباء. هلا قولوا معايا حرباء آخر مرة، حرباء. تعالوا نرجع للحيوانات اللي في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا. هوبا، ذئب، ذئب، زال همزة على نبرة، ب، ذئب. تعالوا نشوف شكل الذئب الحقيقي. اوه شكله جميل قوي. ذئب، ذئب، زال همزة على نبرة، ب. تعالوا نرجع للحيوانات اللي في المية نشوف مين الحيوان اللي هيطلع معانا. يا ترى مين؟ هوبا، جمل، جمل، كيم ميم لام، جمل، جمل. تعالوا نشوف شكل الجمل الحقيقي عامل ازاي اللي موجود في الصحراء. جمل شكله حلو قوي. جمل، كيم ميم لام. هلا اقول ورايا اخر مره، جمل، جمل. تعالوا نرجع للحيوانات اللي موجودة في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا. هوبا، فرس النهر، ف ر س ألف لام نون ه ر، فرس النهر، فرس النهر. ساعات بيقولوا عليه سيد قشطة. فرس النهر، وده شكله في الحقيقة شكله حلو خالص. فرس النهر ده نزل المية. طب يلا نقولهم كمان مرة لحسن يجي ياكلنا. فرس النهر، فرس النهر، فرس النهر. تعالوا نرجع للحيوانات اللي موجودة في المية ونشوف مين اللي هيطلع معانا. فاضل معنا ثلاثة بس. اوبا، خروف، خ ر واو فيه، خروف، خروف. تعالوا نشوفوا شكل الخروف الحقيقي عامل ازاي. اهو قاعدين بياكل اهو. خروف، خ ر واو فيه، خروف، خروف. يلا نقول كمان مرة، خروف. شطار يا اصحابي، خروف. تعالوا نرجع للحيوانات اللي على المية، فاضل حيوانين بس. ترى مين اللي هيطلع؟ اوبا، غزال، غين زين ألف لام، غزال، غزال، غزال. تعالوا نشوفوا شكل الغزال الحقيقي. اهو عائلة كاملة من الغزال بياكلوا. يلا قول ورايا، غزال، غين زين ألف لام. شاطرين خالص. غزال، غزال، غزال. تعالوا نرجع للحيوان اللي فاضل عندنا في المية. يا ترى مين؟ أبا، كنغر، كنغر، أو كانجرو، كنغر. كاف نون غين ر، وده شكل الكنغر الحقيقي. بص عنده بيبي جوه. كنغر، كنغر، كاف نون غين ر، كنغر، كنغر. كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا. اشوفكم على خير. باي باي.